الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة، هذا السؤال وردني عن الصلاة. الأخ السائل يقول: أصبحت لا أشعر برغبة بالصلاة، أصبحت الصلاة ثقيلة علي، وحتى عندما أصلي لا أشعر بحلاوة الصلاة، وكأن هناك همًا اسمه الصلاة، وأحيانًا أترك الصلاة لفترة ثم أعود، وهكذا. ما هو الحل؟ أحبتي في الله، المشكلة أن كثير من الناس لديهم مفهوم خاطئ عن الصلاة. ربما الطريقة التي تم تلقين الطفل فيها أن ترك الصلاة حرام، وتارك الصلاة في النار، وتارك الصلاة كافر، وهناك عذاب في القبر لتارك الصلاة، وهناك أهوال يوم القيامة لتارك الصلاة، وكذا وكذا، فأصبح هذا الطفل عندما يكبر أصبحت الصلاة هم بالنسبة له، لأنها ارتبطت بالعقوبة، ارتبطت بنار جهنم. وهذا الأمر أيها الأحبة غير صحيح. يعني ينبغي على كل أب أن يرغب ابنه بالصلاة من باب الحب، من باب شكر الله، من باب شكر النعمة التي أكرمك الله بها. يعرف ابنه بفوائد الصلاة، بلذة الصلاة، بأن هذه الصلاة هي التواصل بينك وبين الذي خلقك. طيب أنا ألا أسأل من خلقني؟ ألا ينبغي أن أتعرف على خالقي سبحانه وتعالى؟ ألا ينبغي أن أتواصل معه؟ يا أخي، إذا جاءك شخص، خذ هذا المثال، وقدم لك هدية، تحب أن تتواصل معه، تحب أن تتحدث معه، وهو أعطاك شيء بسيط. طيب الله عز وجل خلقك، أعطاك نعمة السمع والبصر والكلام، أعطاك نعمة الصحة، نعمة المال، مليارات النعم أنت محفوف ومحاط بها، أنت تغرق بالنعم. إذا حتى أفقر الناس لو أراد أن يحسب ثروته من النعم ستجد أنه يملك المليارات. كم ثمن هذا القلب؟ كم ثمن العين أو الكبد؟ كم ثمن وجودك في هذه الدنيا؟ فأنت غني بنعمة الله عليك، ولكن بحاجة أن تشعر بهذه النعمة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. الإنسان يظلم نفسه ويكفر بنعمة الله وينكر ويجحد هذه النعمة، لذلك لا يشعر بقيمتها. الإنسان متى يشعر بنعمة الصحة؟ عندما يمرض يشعر. متى تشعر بقيمة شخص في حياتك؟ عندما تفقد هذا الشخص. فالله عندما أعطاك هذه النعم ينبغي أن تتعرف على هذا الخالق الذي أراد لك الخير، وأنه يحبك لذلك خلقك، خلقك لأنه يحبك. هذا الخالق الذي أعد لك جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا الخالق الذي أنت على موعد معه. كل ناس سنقف أمام الله يوم القيامة، كلنا سنلتقي مع الله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، وهو السميع العليم. طيب هذا الخالق العظيم أنا بحاجة أن أتواصل معه. الله تعالى يقول: فاذكروني أذكركم. هل
معقول أن الله يذكرني؟ نعم، ولكن بشرط أن أذكره. متى أذكره؟ في الصلاة، عندما أقف بين يدي الله خاشعا وأبدأ بقراءة القرآن وتدبر كلام الله، لأن القرآن هو كلام الله، فأنا أتواصل مع الله عز وجل، أذكر الله والله يذكرني ويسمع دعائي ويستجيب دعائي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طيب، أنا الصلاة هي شفاء، الصلاة علاج، الصلاة راحة نفسية. يعني أنا شخصيا الآن وأنا أحدثك أخي الحبيب، عندما أقف للصلاة ليس في دماغي أبدا الخوف من النار مثلا، لأن الحب، حب الله عز وجل يطغى على كل شيء. ثقتي بالله تجعلني أستيقن أن الله لن يتخلى عني، الثقة الشديدة بالله تجعلني على يقين أن هذا الخالق العظيم إن شاء الله سيكرمني، وبالتالي أنا كل تفكيري لحظة الصلاة بشيء واحد، هو إرضاء الله عز وجل. كيف أصل لمرضاة الله؟ كيف أتقرب من هذا الخالق العظيم؟ لذلك الصلاة في هذه الحالة سيكون لها متعة خاصة لا تستطيع وصفها. أنا لا أستطيع أن أصف لك متعة القرب من الله أثناء الصلاة، والأنس بالله، والسعادة، الفرح الكبير الذي أعيشه لحظات الصلاة. أما إذا كان دماغك ممتلئ فقط بعذاب الله، وأنك الذي يحركك هو العذاب فقط، إذن أنت تحتاج لإعادة قراءة القرآن وتدبر القرآن وفهم القرآن للتعمق بحقيقة هذا الخالق عز وجل، وأن تدرك من هو الله، من هو إلهك سبحانه وتعالى. وبالتالي أخي الحبيب، أنت إذا كنت تشعر بثقل في الصلاة، نحن نعلم من خلال النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة ثقيلة على المنافقين، ففي هذه الحالة ينبغي أن تراجع بعض العادات. صفات المنافق ثلاث صفات: إذا حدث كذب. طيب، هل أنا أكذب في حياتي؟ هل أنا تعودت على الكذب؟ إذا اتصل بي شخص أكذب عليه مثلا، أو إذا ذهبت إلى مكان أكذب، أو إذا تعاملت في سلعة، أو أردت أن أبيع شيء أو أشتري شيء أكذب، هل لساني تعود على الكذب؟ إذن هذه صفة من صفات النفاق، خصلة من خصال النفاق، فينبغي أن تتركها، لأنها تقف حاجزا بينك وبين لذة الصلاة وحلاوة الصلاة. طيب، الخصلة الثانية أو الصفة الثانية من صفات المنافق، أنه إذا وعد أخلف. هل أنت متعود أن تخلف مع الناس، أن تعد فلان وفلان وفلان ولا تكون صادقا فيما وعدت، حتى مع أبنائك أو أهلك أو جيرانك أو أصدقائك أو في العمل أو في الدراسة أو في أي مجال؟ إذا كان فيك هذه الصفة، إذن ينبغي أن تتخلص منها، لأنها ستقف عائقا بينك وبين متعة الصلاة. الصفة الثالثة، أنه إذا اؤتمن خان. كثير من الناس اليوم يأخذ مبلغا من المال ولا يعيده لأصحابه، كثير من الناس يفعل هذا، كثير من الناس لا يحفظ الأمانة. طب هل أنت فيك هذه الخصلة؟ إذن ينبغي أن تتخلص منها، لأن هذه الصفات تجعل الصلاة ثقيلة عليك، لأنها تحجبك عن الله،
ما الذي يحجبني عن الله؟ أعمال الشر، الأعمال التي لا يحبها الله تحجبني عن الله. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقول لي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طيب أنا وضعت نفسي مع الكاذبين مثلا، يعني والعياذ بالله، إذا لم أستجب لكلام الله، طيب كيف سأتقرب من الله أو سأتقرب إلى الله في صلاتي وأنا أكذب على الناس؟ الكذب يقف حاجز وعائق بيني وبين مرضاة الله وبيني وبين التقرب من الله، وبالتالي أفقد لذة الصلاة فتكون الصلاة ثقيلة علي، ما عندي رغبة في الصلاة. طيب كل عمل شر تعمله أخي الحبيب يحجبك عن لذة الصلاة، مع العلم أن الله تعالى يقول: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. طيب إنسان صلاته لم تنهه عن المنكرات، إذن هذا الإنسان أولا لا يستفيد من صلاته ولا قيمة لها عند الله، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. فأنت تقرأ قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الله هو الذي يأمرك، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. فعندما تذهب وتشاهد مثلا مقاطع لا ترضي الله أو تسلك سلوكا يخالف هذه الآية الكريمة، طيب إذن ستشعر أن أنت بينك وبين نفسك ستشعر أن الصلاة لا قيمة لها. وبالتالي إذا كانت الصلاة ثقيلة عليك، راجع سلوكك في الحياة، هل أنت ترضي الله؟ هل أنت تصلي حبا في الله أم ماذا؟ اطرح سؤال على نفسك: لماذا أنا أصلي؟ ما هو الهدف؟ كثير من الناس يقول لك: لأن تارك الصلاة كافر وحرام. طيب وبقية الأشياء أين ذهبنا بها؟ يعني أين ذهبت بقوله تعالى: فاذكروني أذكركم؟ أين ذهبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء؟ يعني إذا أنت لم تشعر بالقرب من الله وأنت ساجد، إذن هناك معاصي ومشاكل تحجبك عن هذه المتعة. وبالتالي أنا بنظري أن الحل المثالي لعلاج التكاسل عن الصلاة وعدم الإحساس بمتعة الصلاة وعدم تذوق حلاوة الصلاة، ينبغي أن تغير نظرتك للصلاة. فقط تغيير النظرة، بدلا من أن تنظر للصلاة على أنها عمل أنت مجبر عليه، إما أن تطبقه أو هناك عقوبة، هذه النظرة أبدلها بنظرة أخرى. ما هي النظرة الجديدة؟ تقول: والله أنا أشعر بنعمة الله علي، فينبغي أن أقف بين يدي الله وأشكره. لأن الصلاة، ما هي الصلاة؟ أول ما تقول في الصلاة بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين. الصلاة تبدأ بالشكر: يا رب أنا أشكرك أن أكرمتني بهذه النعم، أشكرك أن هديتني إلى الصلاة إلى الصراط المستقيم. يعني هي عملية تواصل بينك وبين خالقك سبحانه وتعالى، والله قريب منك جدا أخي الحبيب. يجب أن تعتقد أن الله أقرب إليك حتى من حبل الوريد، قريب جدا منك ويسمع دعاءك. وإذا
أخر عليك الإجابة، إذن هناك مصلحة لك. لا تقل لماذا لا يستجيب الله دعائي، لماذا تأخرت الاستجابة، لا، هناك مصلحة أنت لا تعلمها. أنت توكل على الله وأسلم نفسك لله عز وجل وستكون في قمة السعادة. إذن أن تغير نظرتك للصلاة من نظرة فيها رعب وخوف من نار جهنم إلى نظرة أخرى مليئة بالمحبة، أنني أنا أصلي حبا في الله تقربا إلى الله لأعالج نفسي من هموم العصر ومشاكل العصر. الصلاة شفاء وعلاج. الصلاة فيها خشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اليوم علماء الغرب يحتارون في إيجاد وسائل بديلة للعلاج من خلال ما يسمى بالتأمل. التأمل يعني يجلس ويتأمل في منظر أو كذا، وجدوا له نتائج مذهلة في التخلص من الاكتئاب وكثير من المشاكل، وزيادة الإبداع أيضا والقدرة على التفكير، على التفكير واتخاذ القرار. طيب الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذه الصلاة المليئة بالخشوع، مليئة بالتأمل، مليئة بالتفكر. هي فرصة للتأمل والتذكر. فهذه الأوقات الخمسة هي نعمة من الله. والله أيها الأحبة، الصلاة نعمة عظيمة من الله، تجعلك في حالة طهارة دائما، في حالة تواصل مع الله. كرم من الله أنه يتواصل معك 5 مرات باليوم. أنت إذا ذهبت إلى ملك من ملوك الأرض، كم مرة مستعد أن يتواصل معك؟ قارن. وهذا ملك عبارة عن بشر، سيموت كما تموت وإلى آخره. فمن رحمة الله أنه سمح لنا بالتواصل معه 5 مرات كل يوم، وتتواصل في أي وقت شئت من الليل أو النهار من خلال النوافل. فإذا أخي الحبيب، غير نظرتك للصلاة، اجعلها نظرة حب، نظرة تفاؤل، نظرة فيها خشوع لله عز وجل، فيها سعادة، فيها إحساس بنعم الله عليك، ونظرة فيها رجاء، فيها دعاء لله عز وجل. اعتبر هذه مناسبة أنك تخلو مع الله، تقترب من الله، فتطلب منه ما تشاء. مناسبة. الإنسان يطمح أحيانا للجلوس مع إنسان غني أو إنسان مشهور أو إنسان ذو سلطة أو كذا، يطمح لذلك ليكسب منافع معينة. طيب الله عز وجل مالك الملك وخالق الكون والذي بيده كل شيء، أعطاك ميزة أنك تستطيع أن تتواصل معه في أي وقت. فاعتبر هذه الدقائق التي تمضيها في الصلاة فرصة تسأل الله ما تشاء، وبخاصة أثناء السجود كما قلت، لأن الإنسان أو العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. تشكو لله عز وجل حالك، تحاول أن تشعر بأنك قريب من الله سبحانه وتعالى، وكل هذا صدقني فيه علاج وفيه شفاء من هموم العصر وفيه سعادة. لن تصل للسعادة لتذوق متعة الصلاة إلا بهذه الطريقة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.